قراءة القصص للطفل في سن مبكرة تجعله يطور مهاراته بشكل أسرع كلما كبر، فالقصص تحفز نموه وتمنحه السبق عند وصوله إلى المدرسة، كما تعزز تفاعله مع السرد القصصي وكمان نموه العاطفي والاجتماعي وكمان الخيالي. عزيزتي الأم، كيف تحكي القصة بطريقة تنمي العديد من جوانب طفلك أو شخصية طفلك؟ هذا اللي راح نعرفه أكيد مع ضيفتنا اليوم نهلة العقيل، مدربة معتمدة ومختصة في مجال الطفولة. حياك الله. الله يحييك. هلا وسهلا نهلة. في البداية حابة أشكر الأستاذة إيمان الأمير لها أنها خصصت لي فقرة لهذا القصة، اللي خصوصا مع التزامن مع معرض الكتاب اللي انفتح أمس من قبل خادم الحرمين الشريفين. وأيضا بعض الأهالي أوكي عندهم معرفة عن أهمية القصة، بس ما عندهم دراية ولا خبرة كيف يختار القصة، هل هذه القصص مناسبة، هل مناسبة لعمر طفلي بهذا السن بالتحديد أم طيب أنا قرأت من القصة طيب طفلي ما استمر عليها. شوفي نهلة، يعني أنا كأم مبتدئة أقول لك والله أنا ما أعرف إيش المعايير اللي أنا ممكن أختار القصة عليه، طيب. ولا أنا كيف ممكن أحكي لطفلي القصة؟ نبغاك اليوم توضحين، اليوم أنت عندنا عشان توضحين أشياء مرة كثير. هذا الحال أنا أسأل مثلا المختصين في المكتبات اللي مكتبات الأطفال خاصة، زي عندنا مثلا مكتبة ملك عبد العزيز في قسم خاص اسمه نادي كتاب الأطفال، مختصين في الطفل وعندهم كتب هم نقحينها وقارينها من قبل مختصين في الأطفال، يعني أي شيء معروض عندهم لا منقح. أيضا من خلال معلومات المؤلفات عندنا مؤلفين أستاذة مثلا أستاذة وفاء سبيل، فاطمة الحسين، أستاذة الكبيرة نهد شوا، هذا كلهم مهتمين في مجال الطفل، ما يعرضون القصص مثلا أي كلام، لا يكون القصص لابد أنها أول شيء تكون لغة سليمة، تكون أيضا ما فيها أخطاء لغوية، ما فيها أخطاء في المعتقدات ولا تمس العقيدة الإسلامية. يعني قصدك أنه ممكن تكون في أشياء مبطنة للطفل أو واضحة أو طريقة، هذا من حيث المحتوى عندي، لا من حيث الصناعة كل مرحلة أنا عندي الحين ما أقدر والله من خلال هذه العشر دقائق أقدر أتكلم فيها عن كل مرحلة إيش تختص، بس أنا أتكلم بشكل عام، يعني عندي مرحلة زي مرحلة الطفولة اللي هو من الولادة لعمر 3 سنين أنا بقرأ لهم قصة مصنوعة من القماش. ليش؟ قماش؟ ليش أنا إيه قماش اللي هو من تفضل. إيه مرة حبيتها هذه، ممكن أنا أقرأها والله وانبسط. طيب إيش أسوي فيها الآن؟ طيب أنت تجلسين طفلك عمره شهرين ثلاثة لين عمره 3 سنين تقدرين مثلا تقولي مثلا هذه والله مثلا هذه إيش أقول له؟ أنت ألفي. أوه أنت تبدين، أنت تخيلين تؤشري بإصبعك مثلا هذه مثلا بطبوط، تحطين إصبعك وأقام البطبوط يعني يسوي أي شيء. بس أنت أشري، لازم أنت تأشرين. ليش؟ لأن الطفل بعدها راح يتعلم، يقولك خلاص يروح يأشر بطبط، خلاص بقدر يأشر على أسفل. الفيل صعبة قلت صوته، لا تقلل، نقول فيل فيل كبير كذا ضخم صوته. والسمك يعني السمك أنا حبيت الفيل، حبيت الفيل والسمك. أي السمكة مش كلها، السمكة تمشي في البحر يبدأ هو يقلد الصوت هذا، تعيشين الجو يعني تعيشين بالأصوات مع المؤثرات. ليش زي ما قلتك ليش أنا خليتها من القماش؟ شو السبب؟ هذا العمر من عمر الولادة من عمر 3 سنين أنا هذا الطفل يحب يكتشف في فمه، يعني أي شيء بيحطه في فمه. أنا هذه القصة ممكن أقوم وأغسلها، القصص تكون سميكة مرة يعني خصوصا هذا عمر، لأنها إيش أقدر أعقمها، الطفل ما يقدر أنه ممكن يحطه في فمه يلعب فيها يعني نفسي يقدر يتحسسها. أيوه حتى أشياء بعد عشان أصوات. إذا كان تو يسنن زي صوت حبات وين أوريك إياها. في أصوات، أي في أصوات هنا شفتي بس ما طلعت. هذه انا احتاجها صراحه اليوم. حلوه ذي مره جميله والله حلوه. هذا عمر الصغار، لا من عمر مثلا من 3 لين 5 لا تختلف. كل هذه المراحل اللي مراحل الطفولة تختلف عن الثاني. أكيد طبعاً، يعني هو الطفل بينمو، فأكيد كل ما بيكبر كل ما حيتصير تتغير القصة كل ما أكبر، الكتابات كثيرة مثلاً بالضبط، مفرداتها اللغوية أكثر، الكلمات قريبة منها، هذه الأشياء لازم أنا أراعيها. صحيح، لكن نهلة خليني أسألك، ليش إحنا دائماً رابطين منذ الصغر من يوم ما فتحنا عيوننا على الدنيا دائماً كانوا الأم والأب أو الأم تحديداً لما تجي تبي تحاول تنوم ولدها تقول له يلا تعال خلينا ننام عشان أحكيك قصة قبل النوم. ليش دائماً القصة مرتبطة إنه قصة قبل النوم؟ هذا ارتبط
يعني صار ارتبط اول خلاص القصص متى تكون وقت النوم او اغلب بعض التربويين كانوا يقولون لا قصص قبل النوم لا مو بشرط اساسي اهم شيء الشيء الاساسي المهم ان طفلي يسمع يقرا لي زي الحين انا زي ما قلت لكم الاطفال تختلفون في الاعمار 3 سنين يمكن دقيقتين زين نعمه من ربي على قولهم وبركه انه جلس معي وسمع مني هذه القصه لا كل سنة تزيد مثلا من بعد 3 سنين أبدأ أزيد دقيقة دقيقة أي وقت ظهر عصر ممكن في السيارة بس أن يكون أنا أكون أنا قريبة من طفلي مكان ما في إزعاج الطفل والله مو بتعبان أيضا يكون مو بجوعان أو يبغى موية كمان تستخدم أستاذة نهلة بعض المصطلحات اللي تناسب سنه حتى يقدر يفهم ويستوعب الكلام اللي قاعد تقوليه أنا قبل ما أقرأ القصة أكون أنا داري إيش القصة اللي راح أقرأها لازم أقرأهم أمرن نفسي على القراءة مرة مرتين ثلاثة ليش؟ عشان أنا جيت أقرأ القصة أكون أنا فاهمة تخيل أنك تقرأ القصة توقفين يا الله إيش هذه الكلمة؟ ما فهمتها الطفل بيقول هذه امي ما عندها معلومه او المعلمه ما عندها معلومه هي تقرا لي ما خلاص بيمن منك بعض القصص تكون من وحي الخيال يعني الواحد تاخذ قصه من راسه مو شرط تكون بعدين تالف بعدين تروح تعيد من جديد تروح مثلا حيوانات بعدين تبدا بالنبات يبدا يصحح لها حتى في دوره تقدمها استاذه ساميه العيسى وبتقدمها ان شاء الله في معرض الكتاب ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم ورشه انها كيف تقرين قصه لطفلك مره جميل يعني اتمنى كل الامهات والمهتمين في الاطفال يحضروها شوفي انا مره حاولت الف قصه لولد اختي طب حلو والله وغرقنا بالبحر وما عرفت اطلع يعني احنا كنا طالعين بسفينه ورحنا وما ادري ايش وانا يعني غرقنا والسفينه انكسرت المهم غرقنا بالسفينه يعني ما عرفت اطلع نفسي ما طلعت خلاص يا خالتي القصه انتهت الحمد لله الحمد لله جت سفينه صغيره ولا سفينه صغيره والله ما عرفت اطلع منها فوقت الخيال عندك لا توبت انه اقول قصص للاطفال لانه كثير يسالوا كثير اربكني وغرقنا وما عرفت اطلع يعني في نقطه مهمه جيتي تقرين قصه لطفلك لازم تقولي له قانون قبل ما اقرا قصه يا طفلي انا الحين ببدا لك مثلا بقول لكم قصه مثلا بقول لهم اذني خلي اذني كبيره كبر اذن الفيل وفهم الصغير زي فهم النحلة عشان ما يسمع عشان خلاص يكون كل جوارحة معي في هذه القصة الأسئلة خليها بعدين بعدين تجي الأسئلة أحيانا هو يصحح لك ولما تعدين نفس الجملة قلناها قبل شوي أيه. حلو يصحح لك طفلك معلومة يتحمس معك وياخذ ويعطي جميل يصحح لك بس إنه كل شوي يقاطعك لا والله يقاطعني ويقول لي أسئلة مرة كثير وما عرفت إيش علمي قبل ما تبدأ ما ادري انه كذا انا لو ادري انه كذا اصلا ما قلت له القصه من البدايه يعني احنا عندنا مشكله مره كبيره استاذه نهلة عندنا الاطفال الفضوليين حتى لو كان هو نايم احنا نعرف انه حلو مره حلو ان الطفل يكون فضولي يكون اسئلته مره كثيره فهنا نجي نقول انه كيف نقدر نتعامل معه هل فعلا نخليه يسال على راحته انت قلتي نقول له انه انت اذنك زي اذن الفيل وفمك اخلي اذني كبيره زي اذن الفيل لان ايش انا اركز ابي اركز الطفل كيف على حاسه السمع كيف نفهمه انه فعليا انت لازم اذنك تكون زي اذن الفيل اي لا هو بيفهمها هو بيفهمها انا اسويها للاطفال بفصل هو بيفهمها على طول ليش خلاص اني بركز على حاسه السمع بعدين فهمي وقت من بعدين إذ خلصت المعلمة القصة أنا أبدأ أسأل هذا أيضا إني أساعد الطفل على مهارة اللي هي الإصغاء أنا أحس صوتك أستاذة نهلة يصلح للقصة الصراحة لأنه تقصر صوتها أي لازم القصة جيتي تقرأنا في نبرات طولين على حسب النبرة التغيرات اي هذه طب يعني انت تدربين عليها جميل انت حتى اثناء الحوار ممكن حتى تعطينا لما يكون في اكشن نبره الصوت تتغير لما يكون في موقف هذا بالضبط بدينك زي كذا اي عرفتي زي السمكه جت مثلا تشتش مو حركي انت سوي تعطيني مؤثرات انا كذا تشدين الطفل صح ما حيين لك ما راح كذا ما حيين يتحمل ظلي يسالي ظلي يسالي ظلي يسالي طيب استاذه نهلة الان راح يكون اليمن اليوم اللي هو معرض الكتاب واحنا نعرف ان الاطفال دائما يتواجدون في معرض الكتاب يدوروا على القصص خاصه في جناح للطفل كيف تشوفين اقبال الاطفال على هذا الجناح صراحه هو اقبال جميل جدا وفرصه لكل يعني اي مهتم في الطفل ام ابو معلم معلمه لازم يروحون هذه المعارض ليش لان ممكن الطفل راح يشوف الكتاب اللي يحبه راح يشوف المؤلف انا مؤلف مثل هذه القصه الفها الاستاذ الثاني او الاستاذ الثانيه اروح اعطيها رايي اخلي طفلي يعطي رايه في القصه هنا راح انمي عند الطفل شخصيه ايضا اني انا في المعرض الكتاب مثلا حلو ان الام تعطي مثلا مبلغ من المال لطفلها انه يشتري هذه القصص وانا اعرف ان هذه القصص
اكيد انها لها معايير مخصصه، واني انا ما اخاف خلاص مطمئنه اكون تناسب سنه تناسب السن خلاص. بعدين في النهايه رحنا البيت كل واحد يشوف مشتريات، الام شرت كذا، الطفل اشترى كذا، راح يتحمس هو بنفسه راح يقرا. جميل. طيب استاذه نهله، كبر الطفل يعني من اول كان صغير 5 6 سنوات بدا خلاص صار هو يقرا، الى متى انا كأم افضل مثلا جالسه او وقت ما ادخل ابني على السرير انه ينام اجلس جنبه اقرا له؟ متى انا اوقف عن الموضوع ده؟ طلب هو منك، قال لك ماما خلاص انا بقراها بنفسي، شفتي انت طفلك يقرا، ما تجبري الطفل على القراءه، انت حاولي بطريقه جد، ولا زي ما قلنا ما نخصصه وقت النوم. جميل. ليش؟ لان الطفل خلاص بيصرخ، ما يبي يسمع قصه او ما يتكلم. بس تعرفي ايش استاذه نهله، يعني انا اللي بشوفه مؤخرا ما اعرف اذا انتم تتفقوا معايا، اغلب الاطفال في الزمن الحالي حتى لو يبغى يسمع قصه تلاقي مثلا يفتح على اليوتيوب او يفتح على الانترنت ويكون الجوال شغال جنبه وهو بيسمع القصه. طيب ليش انت تحطين هذه الاجهزه؟ لازم يكون مكان مخصص للقراءه، انت خاصه ما يكون في ازعاج، ما يكون مثلا في الصاله والتلفزيون مفتوح الاسره جالسه، مثلا اخوي أو مثلا ابوه جالس يكلم في التلفون، ضيوف عندك يلا يلا وقت القصه تعال يا محمد مثلا تعال ابقرا لك. لا انت يا الام لك طريقه تخصصين وقتك والمكان، تعرفين هل هو مناسب مهيئ، الجلسه مريحه، مثلا الكنب مريح، السرير مريح. احيانا استاذه نهله لازم انه تعطينا الكتاب، هو يمسك الكتاب ويحس بشعور انه ماسك كتاب وانت تشرحي له وهو ماسكه، مره عشان حتى انا مره كذا اعطيت بنت اخوي الكتاب جيت بقرا ما خلتني، يعني عمرها هذا تو 2 ونص، جيت بقرا الكتاب جت اخذت مني وقرات ولفت بعدين سكرت، بس اهم شيء قالت ايش مثلا زي هذه القصه انه شيء يجذبهم. اي لا ما احب رسومات قصه اي هذه قصه قالت اهم شيء قالت لي بيلا قمر، خلاص اعطتني جمله كلمه واحده مره رائعه. أوكي. اهم شيء انها مسكت الكتاب وعرفت، عرفتي؟ ما اقصبها وقامت خلتني. طيب اجي اسحبها واقول له الا اقرا قصه اسمعيني واحطها مثلا على حضني واسحبها واقول له اقرا قصه اسمعيني، لا خلاص الطفل اخذ منك معلومه اللي يبغاها قام، انك اذا جبرتي راح ينفهم منك ما راح. طب اذا الطفل اذا العكس اذا واجهتي صعوبه انه طفلك مصر يقرا قصه معينه طول الوقت، حلو شيء جميل، حلو حلو، بس انت ودك نوعين ما هذه هي. طيب كيف طريقه هذا التنوع؟ في عده طرق وافكار. أوكي. منها مثلا تقولي لها يا نوره تعالي معي ايش رايك بس 10 دقائق مثلا على حسب العمر بعد. أوكي. مثلا زي ما قلنا واحد نتبع خصائص النمو، تعالي اسمعي اذا سنه دقيقه، اذا سنتين دقيقتين، اذا ثلاثه 3 دقائق، صح هذا اللي انا اعرفه. ايوه مثلا من الولاده الى 3 سنين من دقيقتين الى 3. جميل. بعدين تبدين كل مرحله كل عمر دقيقه دقيقه دقيقه. جميل. عرفتي؟ زي ما قلت لك تجين تقولي لها ممكن تشاركيني في هذا الكتاب. أوكي. بس 10 دقائق بس اسمع ايه نقرا سوا، او ما حسيتي بنتك او طفلك او ولدك جلس معك ممكن تروحين المكتبه تبدين انت تصفحين كتب. هو بيطلع ايش؟ راح يناظرك تشوفين انت كيف تقرين الكتب. هو بيشده انت شوفي المواضيع اللي بتشده. اي طيب ما حس في فكره ثانيه، جلستوا انت ومثلا زوجك وقت الصاله وشفتوا برنامج شفتوا تلفزيون زي كذا، تناقشين انت وزوجك تقول اوه في كتاب تكلم عن كذا وكذا. اوكي. اي او جلسه مثلا في الطريق في السياره في شيء شدكم تقولوا اي في كتاب كان وهو يسمع. هو يسمع. أوكي. ايش؟ شيء بشيء انا جذبت الولد او البنت او الطفل. يعني في جميع الاحوال الثقافه انت تزرعين فيه ثقافه القراءه. الاب والام قدوه. لازم هم يكون عندهم قناعه كامله. هم اللي يبدون. جميل. طيب مين راح يقلدك الطفل؟ طيب الان في بعض الاسر يشجعون على القراءه، تشوفينهم حاطين في زاويه في غرفه الطفل حاطين زاويه مكتبه حتى تساعد على تنميه ذكائه وحتى طريقته في الحوار والتفكير. قديش هذا ممكن يكون مؤثر للطفل خاصه الاسر اللي صراحه الان مع التكنولوجيا مع التكنولوجيا الان ما تشوفينهم يمسكون كتب. انا اكتشفت اليوم انا سويت تغريده عن من الاسر اللي عندها مكتبه تقريبا حوالي 469 شخص، 28% فقط اللي هم عندهم مكتبه، 72% ما عندهم مكتبه. مثلا واحده من صديقاتي سالتها قلت لها ليش ما عندك مكتبه؟ قالت انا ساكنه مثلا في دور او شقه. طيب في شيء بسيط رف بسيط صندوق مثلا صندوق فاضي تجلدينه تقلفينه تحطينه بس القصص تكون هذا سله تحط له سله اي مكان انت بغيتي الشيء وصلتي له.
صحيح صح بالضبط. طب بالنسبة لي يعني خلينا أتكلم مثلا أنا عن نفسي تحديدا، أنا كبرت على القصص بس أنا صراحة مو يعني ما كان عندي مثلا الوالد ولا الوالدة أنه يفتحوا كتاب ويقروا لي من القصة دي. أنا لما كبرت بديت وتعلمت القراءة أنا بديت أفتح وأقرأ القصص، بس أنا من زمان زي قصص الأنبياء السيرة النبوية دي صحيح. أشياء كلها عندي بابا الله يحفظه كان طول الوقت يجلس يرددها على مسامعنا وإحنا جالسين وإحنا معاه في السيارة. وبالفعل لما أنا كبرت في أشياء طبعا كثير من اللي هو كان بيقولها كانت موجودة. هل تأثير أنه الأب ولا الأم لما يقروا القصة ويشوف الطفل أنه الأب ولا الأم بيقروا القصة بيدهم نفس تأثير لما يسمعها من أمه وأبوه؟ صحيح. بالسمع، السمع ويسمعها والأب كيف جالس، كيف التواصل، كيف طريقة الجلسة. يعني زي حين أنا قاعدة أوزع على أطفالي بالفصل كل أسبوع قصة أسبوعية. جتني أم قالت يوم أستاذة نهلة، قلت شو أخبار القصة؟ قالت أستاذة نهلة تخيل أنها تجبرني يومي أني أقرأ لها قصة، يعني أقول لها عندي شغل يعني خليها وقت ثاني. قالت لا يا ماما أقرأ لي الحين وقت القصة. قلت ليش؟ البنت حست أنها إيش، أنك أنت قريبة منها مرة. يعني صراحة أعطيهم، أنا ما توقعت إقبال هذا من الأطفال. يعني أعطيهم بالكيس يرجعون إياه نفسه بالكيس وأبدل لهم. يقرون مثلا عندي طفل رسمة زي الفهد وعينه في زي الحرف اللام، قال ماما شوفي هذا حرف اللام. صراحة قلت ما شاء الله، يعني أطفالي أبدعوا. أنا صراحة هم اللي حمساني أني أجيب لهم القصص وخليهم يتنوعون فيها يتحمسون. يعني نقدر نقول انه القصص ممكن تقرب الابناء مع الاباء جداً ممكن جداً. يحسوا في تواصل في نقطه يعني حوار، المسكه، الجلسه، مسحه الراس، هذه اللمسات اليوميه اللي احنا نطلب فيها اللي 5 لمسات يوميه لازم انا كيف اطبقها في القصه. انا اتمنى انه اولاد اخواتي الحين يسمعوك عشان يعرفون انه انا لما امسكهم وابوسهم واحضنهم يعني الحب عرفتي. فحلو الواحد لما يتواصل مع ولده بالحوار وأنه جالس بجنبه، وزي ما قلتي الطريقة اللي هم جالسين فيها هذه تقرب. يعني أنا عندي واحد من الأطفال يجي من نفسه هو يجي يحضني، عرفتي مرة أحب هذا الشيء. صح أني أحضنه بس هو جاء عندي مرة جميل، زرعت في الاحتواء أنت. أي مرة يعجبني. جميل، يعطيك ألف عافية أستاذة نهلة. شكرا لك، شكرا لتواجدك معنا اليوم. الله يعطيك العافية، حياك الله. الله يحييك. خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين مكملين.